جاء في بيان وتقرير لهيومن رايت ووتش أنه منذ العام الماضي لم تتخذ حكومة إريتريا أي خطوات تجاه التجنيد الإجباري الغير إنساني، ولا تزال تقيد حرية المواطنين وتعرقل التحقيقات المستقلة. وكما هو موضح في تقرير المقرر الخاص، لا يزال الأفراد محتجزين ومعزولون عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى، وبعضهم محتجزين العقود. وعلى سبيل المثال، في سبتمبر صادف الذكرى 20 لاعتقالات الحكومة الإريترية البالغ عددها 11 مسؤولا حكوميا، الذي دعا إلى إصلاحات سياسية في الدولة، وعشر صحفيين بارزين ما لا يقل عن 10 توفوا في الحجز، ويتم احتجاز الناس مرة أخرى بسبب معتقداتهم الدينية. في فبراير 2022 توفي أنطونيس البطريرك الأكبر للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية التوحيدية أثناء الاعتقال والإقامة الجبرية الذي كان يخضع لها منذ عام 2007 منذ تحالف دولة إريتريا مع حكومة إثيوبيا والغزاة على تيغراي. ارتكب أبشع الجرائم في حق هذا الشعب من سرقة ونهب وتدمير البنية التحتية لتيغراي. فقد تلقينا تقارير عن جولات تجنيد إجباري جماعي جرت في إريتريا لملء صفوف الجيش، وما زالت القوات الإريترية بزعامة الدكتاتور إساياس أفرقي في تيغراي ترتكب الانتهاكات الوحشية، بما في ذلك الاحتجازات التعسفية الجماعية وكذلك النهب والاعتداء الجنسي على النساء والأطفال في منطقة غرب تيغراي. والآن يجندون المواطنين الأبرياء لإدخالهم في الحرب والغزو على تيغراي من جديد لكي يرتكب المزيد من الانتهاكات والأعمال الإجرامية الوحشية في حق شعب تيغراي الذي لا يرغب في دخول الحرب بل العيش في سلام مع كل جيرانه. وجاء في تقرير المقرر الخاص أن عضو مجلس حقوق الإنسان في إريتريا لم تؤدي إلى زيادة احترام المعايير الدولية من قبل السلطات الإريترية أو تنفيذ التوصيات الرئيسية التي قدمتها إجراءات المجلس، ودعوا مجلس حقوق الإنسان إلى تمديد المقرر الخاص على أن يجب من دولة إريتريا أن تتعاون مع هذا المقرر.